بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. الفيروس ليس كائن حي، ده هو مجرد جزيئات مادة، يعني مجرد مادة زي السكر زي الملح زي النشا، زي بس هي مادة من الدي ان ايه اللي هي الجينات. فهو عبارة عن اللي هي القواعد النيتروجينية اللي هي بيتكون منها الجينات، دي ان ايه اللي هو ديزوكسي ريبو نيوكليك اسيد، وجزيئات، هو مادة عضوية لكن مش كائن حي. فهو اشبه بدراكولا اللي هو يظل في تابوته ميت لغاية ما يمتص دماء كائن حي فينقلب الى شيطان مريد. فهو نفس الشيء برضو، ان هذا الفيروس اللي هو عبارة عن مجرد جزيئات مادية اذا وصل الى خلية حية واستولى على الجهاز التكاثر اللي فيها وابتدي يسخروا مصالحه وتكاثره الشخصي، والفيروس الواحد في يوم يتحول الى مليون فيروس ويتحول بعد كده الى وحش فظيع. العجيبة ان الفيروس نفسه اللي هو قلنا عليه ان هو مجرد مادة، مجرد جزيئات، لكن الجزيئات دي محطوطة في عبوة كبسولة، والكبسولة لها خطاطيف، يعني المسألة يعني متهندسة، يعني في مش مجرد اذا الخطاطيف دي ركبت في الخلية، دخلت اخترقت وصلت للخلية الحية، فزي ما حكينا الجزيئات خش تستولي على الجهاز التناسلي، الجهاز التكاثري اللي بيتتكاثر به الخلية وتستخدمه وتسخره للفيروس فقط، فيبتدي الفيروس يتناسل ويتكاثر بأعداد هائلة ويبدأ المرض الفظيع. فالسؤال العجيب، طيب ده جه منين هذا الكائن الميت اللي هي مجرد جزيئات؟ طيب جه منين يعني؟ العلماء الغربيين من ضمن آرائهم ان هذه الجزيئات تصنع في الفضاء الخارجي في السحب ما بين النجوم، وبعدين تقذف الى الارض عن طريق الشهب وعن طريق الايه النيازك يعني، بس فكرة بعيدة. او ايه اللي يخلي الفيروس يتصنع فوق في الفضاء وبعدين ياخد له 50,000 سنة عشان يوصل الارض من خلال نيزك؟ يعني هم بيتجنبهم حكاية ايه ربنا خلق ربنا عمل، عاوزين يتصوروا اي شكل يبعدوا عن الايه حكاية ربنا سبحانه وتعالى. فكرهم العلماني بيحاولوا يوصلوا الى كل شيء من غير ما يفترضوا خالق. واما عملية التخليق فهو مش ممكن يكون حاجة عشوائية كده زي ما قالوا العلماء، انه شيء ينتج عشوائيا كده من تفاعلات الغازات في السحب البعيدة، لا ده في ايد عملته، في ايد وفي ارادة عملته. لان احنا لما هنشوف الفيروسات دي هنلاقي ان هي يعني انماط غريبة واشكال غريبة، وهذه الجزيئات الميتة دي بنلاقيها ملفوفة في كبسولة، وكبسولة لها خطاطيف، وكل كبسولة شكل بالشكل ده، يعني هتلاقي المسألة ايه متهندسة. هم عندهم برضو في الغرب يقول لك هندسة وراثية، الله طب ما دام في هندسة يبقى في مهندس يعني. والمسائل دي كلها أسرار، لكن في النهاية احنا قدام كائن عجيب. هذا الكائن عبارة عن مادة ميتة، إذا دخلت إلى الخلية الحية انتفضت حية واستولت على جهاز الوراثي بتاعها وسخرته لتكاثرها، فإذا الفيروس يبقى مليون فيروس في يوم واحد ويبتدي مرض فظيع مش عارفين إزاي نعالجه. واضح أن العالم مقلوب عشان حكاية الفيروسات دي، ومرعوب رعب الأزل. ونقرينا أيام الإيبولا دي، أيام الإيبولا العالم وقف على رجل لدرجة ان هم كانوا بيحكوا عن هذا المرض ان هو زي روايات الخيال العلمي وزي روايات فرانكشتين، ان المريض اللي بيجراله اهوال لا يمكن العين لو شافتها الواحد يموت من الرعب.
فكل واحد خايف على نفسه، فالعالم كله مقلوب على لغز الفيروسات وعلى المستقبل وعلى احتمالات المستقبل. دلوقتي السؤال الملح، منين جت الفيروسات؟ فاللي بيقول ان هي جاية بتصنع في الفضاء وفي هناك في السحب ما بين النجوم وتيجي الارض عن طريق الشهب والمذنبات، واللي بيقول لا ده في الارض كله طالع من الطين، ده هي حجارة من طين، نوع من الحجارة من الطين، واللي بيقول ان يعني انها ابدا دي هي في الواقع فيروسات قديمة خالص وكانت كامنة، كل ما في الأمر إنها وجدت ظروف جديدة للانتشار. لكن في ردود كتيرة يقول لك الله، طب إذا كانت هذه الفيروسات موجودة من زمان فليه ما ظهرش المرض؟ ليه ما ظهرش إلا دلوقتي؟ ردوا عليها بإن دلوقتي في تكدس في انفجار سكاني وفي فرص ما كانتش موجودة زمان، بيطلع الناس بالألوف ومكدسين في مشروع بناء سد أو مشروع استغلال منجم أو مشروع قطع أشجار في غابة، وبيعيشوا بعيد عن بيوتهم، بيحصل مخالطات غير شرعية كثيرة، ففرص حصلت فرص جديدة للعدوى ما كانتش موجودة زمان. البعض بيقول إن أفريقيا هي السبب وهي المزبلة القذرة في خلفية العالم المتقدم، وهي وفي أوساخ أفريقيا تكمن ويكمن احتياطي مرعب من الفيروسات. يا جماعة مدوا الأيدي إلى أفريقيا إذا أردتم أن تساعدوا أنفسكم، لأن الفيروسات دي اللي هتطلع من أفريقيا وتركب أي طيارة هتخلص على العالم المتقدم. يحبوا يشتمونا دايما. طب يا أخي، طب ما إنفلونزا 1918 اللي قتلت 25 مليون مواطن، وده كلامكم يا أوروبيين، ما جاتش من أفريقيا، ده طلعت من عندكم، وده بقى أشنع حادث انتشار فيروسي في العالم كان إنفلونزا سنة 1918. وإزاي إنها قتلت 25 مليون مواطن أوروبي بالرغم إن هي إنفلونزا ولا أي حاجة، لكن هي المضاعفات الفظيعة في الجهاز التنفسي والنزيف الفظيع في الشعب، وبيخلص على البني ادم على طول. الله، طب والايدز؟ الايدز ما هو ظهر في امريكا قبل ما يظهر في اوروبا. طبعا ايه حكايه الفيروس وجاي منين وازاي بيتصنع وايه حكايه، يعني طبعا الاجانب زي ما حكينا الاول من عادتهم انهم يفكروا في كل شيء، ونظرية وجود ربنا سبحانه وتعالى غير مطروحة، يعني ما يحبش يفترضوا شيء غيبي وبعدين يبتدوا يفكروا. هم دايما ما يفترضوش مسألة ربنا سبحانه وتعالى عمل كذا أو أراد كذا أو حكمته كذا أو هو اللي صنع المرض الفلاني يسلطه على الناس، ما يحبوش يفترضوا الكلام ده خالص، يبصوا للمسألة بعيدا عن الفروض وبعيدا عن الغيبيات. وعشان كده بيقولوا ان الفيروسات بتتكون عشوائيا سواء كان من تراب الارض او من سحب في الفضاء، وانها بتصل الى الارض عن طريق نيازك او شهب. يعني حولوا المسألة دي مسألة صدف او عشوائيات، بينما اللي احنا بنشوفه ما هيش صدف ولا عشوائيات، اللي احنا بنشوفه بنشوف كائن متهندس، يعني هي مش مجرد جزيء. تعرف لو كان مجرد جزيء بس او مادة ميتة او زي حاجة زي سكر ونشا وبتاع نقول طيب مثلا، انما لا، ده هي جزيء محطوط في كبسول، والكبسول ده له خطاطيف ومش عارف ايه، وكل كبسول غير التاني، وحاجة دي هندسة بقى، هم نفسهم بيسموها هندسة وراثية. طب مادام يقولوا هندسة يبقى لازم في مهندس. لكن حيظل الفيروس أكبر علامة استفهام، ولا يوجد له دواء إلا اللقاح، ومرة بينفع وألف مرة ما بينفعش، وإحنا بنقول يا رب وهم بيقولوا يا معمل، حدش عارف إحنا رايحين فين.
وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.